تفضل يا استاذ حيدر. السلام عليكم ورحمة الله، وعليك السلام. كيف حالك شيخ وليد؟ الحمد لله. تسمح لي، عندي شعر إلى إمام المهاجرين والأنصار أبو بكر رضي الله عنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أبو بكر الصديق، نعم الأخ نعم الصديق. أبو بكر هو القمة، يفدي النبي بروحه وبدمه. إيمانه يساوي إيمان الأمة، والنبي هو كان يعلمه. ومن كانوا هم بالغار، حماهم ربك الستار. صدق النبي من كان الناس يكذبوه، والصحابة كلهم يحبوه. صلى والنبي كان يقول يأبى الله والرسول. صلى هو بالمسلمين، قلبه خاشع وبصوته حنين. ومن علم النبي اجى وتقدم بعد ما كان وجهه تبسم. صلي بينا وصير الامام، انت واحد من الاعلام. صلي بينا واثبت مكانك، والخير من الله جالك. ومن القابه العتيق، وكان النبي الى صاحب ورفيق. عتق سيدنا بلال، ونفق في سبيل الله المال. قايم ليلة ونهار يصوم، وأخذ من النبي كل العلوم. والنبي هو حبيبه وصهره، وزوجته هي أمنا الدرة. ذولا أحباب الرسول، شحشي عليهم آني وأقول كل كلامي ما يوفيهم. وتجي أنت بسهولة تعاديهم، يعني تعادي النبي المختار، وتعادي أصحاب الأطهار. يا رب أرضى عنهم أجمعين، أو صلاتك على النبي الأمين. اللهم صل. جزاك الله خير يا غالي، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير والله.